إذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها فلن يتمكن أي بلد بالمنطقة من تصدير نفطه، تصريح أدلى به الرئيس الإيراني حسن روحاني أثناء جولته الأوروبية الأخيرة، وأكده المرشد الإيراني علي خامنئي. ويرى خامنئي أن منع شحنات النفط عبر مضيق هرمز يعبر عن سياسة ونهج إيران إذا مضت واشنطن قدما في استمرار العقوبات، مشيرا إلى أنه ليس هناك فائدة من التفاوض مع واشنطن، لكنه أكد في المقابل على استمرار التفاوض مع الجانب الأوروبي. ورغم أن إيران من أكبر منتجي النفط إلا أنها تخضع للعقوبات الدولية، وهو ما دفع طهران لتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في محاولة للتغلب على العقوبات. ومن جانبها تجري إدارة ترامب محادثات مع عدد من الدول والشركات التي تشتري النفط الإيراني لمطالبتها بوقف تعاملاتها مع إيران حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات. إعادة تلك العقوبات على طهران جاءت بعد قرار الرئيس الأمريكي في مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي، ومن المقرر أن تدخل الحزمة الأولى من العقوبات حيز التنفيذ في الرابع من أغسطس المقبل، على أن تبدأ الحزمة الثانية في نوفمبر. ويتوقع خبراء أن تطال العقوبات شركات النفط الأوروبية على وجه الخصوص مثل شركة توتال الفرنسية وبريتش بتروليوم في حال فشلها في إنهاء تعاملاتها مع إيران، والتي كانت قد تعاقدت عليها بعد الاتفاق النووي عام 2015.